أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وَجِيءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال